تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا. وأوضح خالد عبد الغفار انخفاض نسب دخول مرضى فيروس كورونا للمستشفيات على مستوى الجمهورية بنسبة 40.4% خلال الفترة من 11 وحتى 25 من فبراير مقارنة بالفترة من 25 من يناير وحتى 10 من فبراير 2022، لافتا إلى انخفاض أعداد مرضى العزل المنزلي في ذات الفترة. وأكد على توافر كافة أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمراكز التطعيمات الثابتة والمتحركة بالمحافظات، والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية والحالات الصحية للمواطنين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم أستاذ أيمن. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أولا الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة هي مؤشر على انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا من ناحية، ومن ناحية أخرى التصريحات الرسمية بأن العدد الذي يدخل لمستشفيات العزل في تناقص الآن. هل يمكن أن نقول أن الفيروس في طريقه للانحسار؟ أولا بشكر سيادتك، ثانيا ما حضرتك أعلنتيه في الخبر على لسان معالي وزير الصحة القائم بعمل وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار هو كلام حقيقي وواقعي. طبعا احنا دايما بنقول ان الاعداد التي تعلن عن طريق وزارة الصحة او الاعداد الرسمية او الاعداد اللي راحت تكشف في منافذ وزارة الصحة ومستشفياتها قد لا تعبر كاملا عن الاعداد الكاملة لاعداد الاصابات، لان في جهات اخرى بتستقبل حالات، لكن ده هو الرقم الرسمي وهو فعلا مؤشر واضح ومؤكد للحالة الوبائية اللي موجودة في البلد. احنا فعلا في هذه المرحلة وفي هذه الفترة الزمنية عدد الحالات قلت عن الفترة السابقة. احنا كنا وصلنا في الاعداد الرسمية الى 2000 وشوية، دلوقتي العدد بيقل، يبقى احنا دخلنا في الضلع الهابط من الموجة الجديدة التي يعني كانت موجودة نتيجة للإصابة بمتحور أوميكرون الجديد. نعم. طبعا لما العدد بتقل سيادتك بصفة عامة الوضع الوبائي في كل الأماكن سواء الحالات اللي بتعالج في المنازل أو في المستشفيات الجامعية أو في الأماكن الأخرى الإقبال أو على هذه الأماكن بيقل، لأن دخول المستشفيات هي نسبة مئوية من عدد الحالات. طالما العدد الكلي بيقل يبقى أيضا الحالات اللي تحتاج مستشفيات أو رعاية مركزة أو تنفس صناعي بتقل. ولكن عفوا في هذه الجزئية دكتور، ربما ما نستشعره أن الفيروس أصبح أقل شراسة، هل هذه ملحوظة صحيحة في محلها أم لا؟ حضرتك هذه ملاحظة أيضا دقيقة ومهمة. زي ما حضرتك قلتي، حضرتك سألتيني سؤال، هو الفيروس بيبدأ ينحسر؟ احتمال يكون هذا حقيقي إلا في حالة واحدة، لو طلع متحول جديد يكون أكثر عدوانية أو أكثر شراسة من المتحولات السابقة. اللي لوحظ في متحول أوميكرون إن هو أقل حدة لكن أكثر إصابة للمخالطين. يعني كان عدد الحالات، عشان كده الحالات كترت قوي، كانت عدد الحالات اللي بتصاب من مصاب واحد كانت تصل ما بين 14 و17 حالة. لكن الإصابات البسيطة أو بسيطة إلى متوسطة كانت عدد أكثر بكثير من الفترات السابقة. نعم. هل هناك احتمالية يكون هذا هو مؤشر لبداية انحسار الإصابة بهذا الفيروس اللي هو سبب وباء عالمي؟ هذا احتمال قائم إلا في حالة واحدة، لو صدر أو طلع أنواع أخرى من المتحولات في بهذا الفيروس. نعم. في الوقت الذي نلحظ فيه أعداد تقل للإصابة بفيروس كورونا، نحن على أعتاب شهر رمضان، كما تعلم حضرتك شهر رمضان يعني المصريون يفضلون التجمعات سواء في المقاهي أو في المنازل، هل تتوقعون من جديد زيادة في الأعداد وما هي الخطة التي تقوم بها الوزارة لمواجهة ذلك؟ والله حضرتك انا رايي ان عايزين السلوك الاحترازي او الوقائي او الحد من انتشار اي امراض محتمله يكون بقى سلوك دائم، يعني
يعني حضرتك تقليل عدد التجمعات، تقليل عدد الأشخاص في نفس التجمع، بعض التباعد الاجتماعي، استخدام وسائل وقائية، يكون هو ده أسلوب الحياة الذي يحد. لأن ممكن جدا ما يكونش المصاب بكورونا، لكن ممكن يكون مصاب بإنفلونزا موسمية، وهي أيضا فيروس تنفسي يصيب الإنسان ومؤدي. فخلينا يعني دايما نبقى على الجانب الاحترازي أو الوقائي بصرف النظر عن انتشار أي نوع من أنواع الفيروسات، لأن ده هيكون أسلوب بدون شك يحد من الإصابات بالأمراض المعدية والأمراض الوبائية والفيروسية. نعم، ستبدأ قريبا الدراسات السريرية للعقار المصري الجديد إيجيفاكس. ما الذي تتوقعونه من هذا العقار؟ مدى فعاليته وما الذي يمكن أن تكشف عنه الدراسات السريرية؟ وليست كل الأدوية اللي يعني بتستخدم أو بتكتشف لعلاج الأمراض كلها بتخضع لهذه التجارب الكلينيكية والسريرية حتى نصل بالتأثير الإيجابي أو التأثير العلاجي لهذه الأدوية من ناحية، وفي نفس الوقت ندرس الجرعات المناسبة لها، وفي نفس الوقت أيضا ندرس أي آثار جانبية محتملة، وهل ممكن استخدامه في أمراض مصاحبة ولا لا، وهكذا. فالحقيقة هو الدراسات الإكلينيكية المقارنة والمبنية على الدليل هي في الآخر بتوصل إلى احتمالية تأثير أي عقار في علاج أي دواء، سواء كان هذا العقار ضد الفيروسات أو البكتيريا أو أمراض أخرى. جزيل الشكر دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.